الثاني الهدة سهيل بن حمد بن يطبع العامري، المركز الثالث. نشوف الثالث لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، كذلك توقيت الثمان 5:05 أجزاء من الثانية. تهانينا للجميع. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، ها هي انطلاقة شوطنا الخامس عشر في مجموعة الأشواط وشوطنا الخامس عشر وانطلاقة هنا أشواط الإنتاج والمنتجين لنتابع فيه التحديات وخاصة بالزمول هنا المحليات الأصايل بشعارات هنا وانطلاقات وتحديات أبناء القبائل. نتابع ونسير معكم بهذه الانطلاقة، سير بهذه التحديات هنا أيضا مع هذه الأشواط هنا والانطلاقات والتحديات، سير معكم إلى صدارة هذا الشوط وماذا يدور فيه من تحدي وماذا يدور فيه من إثارة هنا لنيل الفوز ونيل الناموس. صدارة هذا الشوط والمقدمة، هناك شعار بن بروك من ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. منطلقا بالمقدمة هنا يأتي بهذا الانطلاق أدهم خالد بن سعيد بن بروك الحميري، بينما المتسلل هنا يأتينا زيزوم بانطلاقتي وتحديات سيف بن مبارك بن هواش لقتبي، هنا من ينطلق او رخيلي عفوا بهذه الانطلاقة وبهذا الاداء الجميل، بينما من الجانب الاخر عزام سيف بن علي بن سالم بوظفيرة العامري من يأتينا على المركز هنا الثالث وعلى المركز الرابع. المركز الرابع شاهين خالد بن سعيد بن مبروك الحميري، بينما المتسلل مياس محمد بن عبد الله بالحب العامري يأتينا على المركز الخامس وسادس. مراكزنا يأتي أدهم العلي بن سالم بن سعيد المسافري منطلقا سادسا وعلى المركز السابع. المركز السابع يأتينا شاهين سعيد بن مبارك بن سعيد بن مرخان لقتبي ينطلق هنا سابعا وعلى المركز الثامن. هملول هنا بانطلاقة سهيل بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري من يقدم لنا هملول على ثامن أو تاسع المراكز بهذه الانطلاقة، بينما عاشر مراكزنا والمنطلق هناك هذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل يأتينا كفو محمد بن علي بن يمعة الرميثي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، نهى على حضراتكم يول ندى لهذه الأسماء المنطلقة. نعود إلى الصدارة إلى المقدمة، نعود إلى زيزوم المنطلق على الصدارة وعلى المقدمة لسيب بن مبارك بن هواش الخيلي من يتابع على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما عزام على المركز الثاني بانطلاقة وتحديات سيف بن علي بن سالم وظفيرة العامري. وثالث مراكزنا يأتينا شاهين خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، رابع المراكز مياس محمد بن عبد الله بالحبة العامري، والقادم هنا والمتسلل بهذه الانطلاقة أدهم العلي بن سالم بن سعيد المسافري يأتينا خامسا. سادس مراكزنا والمنطلق أدهم هنا لخالد بن سعيد بن بروك الحميري. المركز السابع شاهين لسعيد بن مبارك بن سعيد بن مرخان لقتبي من يقدمه هنا على سابع المراكز. والمركز الثامن، المركز الثامن هملول القادم لسهيل بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري، وهنا وصل كفو لمحمد بن علي بن يمعة الرميثي من يأتينا بانطلاقته على تاسع المراكز، وياتي الشاذلي حمدان بن بقيت بن محمد الراشدي بأول نداء للشاذلي، هنا يأتينا هذه اللحظات على المركز العاشر ذو السجل المميز الجميل. هذه هي الأسماء العشرة المنطلقة بهذه التحديات. هنا لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة وإلى المركز الأول.
وإلى الصدارة. وهنا يأتينا زيزوم، زيزوم زيزوم على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. دائما أيضا يأتي بإنجازات عديدة في أشواط الإنتاج والمنتجين. أهو زيزوم السيب بن مبارك بن هواش لخيلي من ينطلق على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني يأتينا عزام السيب بن علي بن سالم بوظفيرة العامري والمنطلق شاهين بانطلاقة خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري وكفو القادم لمحمد بن علي بن يمعه الرميثي. هنا شعارب الحميدة من يأتينا بهذه الانطلاق والتحدي، مياس القادم لمحمد بن عبد الله بالحب العامري خامسا سادس مراكزنا. هنا منطلقا أدهم علي بن سالم بن سعيد بوظفيرة، وهناك شاهين بانطلاقة سعيد بن مبارك بن مرخان لقتبي يأتينا بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي. وهملول لسهيل بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري هنا منطلقا ثامنا وتاسع المراكز. الشاذلي القادم بهذا الانطلاق الجميل حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي، وهناك شعارب هنا أيضا بالنصرة بأول إذاعة مع شيبوب لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. هذه هي النتيجة، ها هي نتيجتنا للمراكز الأولى المنطلقة بتحديات هذا الشوط. هنا لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة مع الكيلومتر الأخير، كيلو التحدي كيلو الصراع. هنا مقدمة هذا الشوط والمركز الأول هو الصدارة والمنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول. هناك غير، هنا عزام غير، عزام على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول صدارة هذا الشوط. عزام من ينطلق بالصدارة وبالمقدمة مندفعا هنا لسيب بن علي بن سالم بوظفيرة إلا عامري وكفو كفو 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 محمد بن علي بن يمعة بالحميدة الرميثي من الجانب الآخر ينطلق على المركز الثاني، يتسلل في هذه اللحظات، يتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول. وصدورة هذا الشوط منطلقا بالمقدمة وبالمركز الأول مندفعا بالصدارة. ها هو تشاهدونا إذا انكفوا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا بالمقدمة وبالصدارة معلن الفوز ومعلن الناموس، تشاهدونا كفو لمحمد بن علي بن يمعة بالحميدة الرميثي من ينطلق على الصدارة على المقدمة. سلام للسمحة، سلام على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية. معلن الفوز ومعلن الناموس عزام لسيب بن علي بن سالم بوظفيرة يصل على المركز الثالث. المركز الثالث زيزوم سيب بن مبارك بن هواش الأخيري، ويأتينا هناك شيبوب لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، وأدهم لعلي بن سالم بن سعيد المسافري من حل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظة وصول وانطلاقة كفو بثمان دقائق 12 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن علي بن يمعة بالحميدة الرميثي على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني وصل، هناك عزام سيب بن علي بن سالم بوظفيرة بتوقيت الزمن مقداره هنا وانطلاقة 8 دقائق 15 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس ثالث المراكز زيزوم بثمان دقائق 16 ثانية 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس سيب بن مبارك بن هواش الخيلي، تهانينا للجميع. بسم الله.